قضية البديل الاستراتيجي. المواطنين يقول لكم شلون رضيتوا على اقتراح الحكومة أن يؤجل 2017 لو حبينا نطبقه؟ وش قضية متى أنتم وعدتوا بالانعقاد الحال تقرونه؟ وأن هناك أفكار وهناك اقتراحات. طبيعي أنت شوف أخوي محمد، أنت تراجع إيرادات النفط 50%، يعني أنا بعطيك مثل بسيط، أنت الحين تخيل خلال شهر تلاقي راتبك النص رايح، أنت تعتفس على مستوى فرد، زي لما يكون 50% إيرادات تروح. شيء طبيعي أن كل المشاريع اللي لها كلفة على المال العام، أنت ما تقدر تعطل مشاريع استراتيجية أوردي يعني أقرت وموجودة في الخطة، لأن الميزانية أساساً إحنا مال الفترة السابقة يعني الإيرادات، لكن القادم على أمل أن الأسعار النفط تتعافى وتتعافى إيراداتك ومن ثم تقوم خطواتك. تجي يعني تكون فرصة كبيرة للحكومة أنها يعني ترشق الانفاق، مو بس من خلال ترى ترشيق الانفاق ومو بس لتعطي الناس فلوس، لا، وجه الفلوس لمكانها الصحيح، يعني وجه عط الناس، يعني استثمر انت الان على مستوى شخص اسرة، فلوسك اللي تشتغل وتتعب طول اليوم وين تنفقها؟ على عيالك وبيتك. ليش؟ لانك تبي عيالك ياخذون احلى يعني افضل تعليم ممكن، أفضل رعاية صحية ممكنة، أفضل يعني معيشة ممكنة من خلال إيراداتك، لأنك أنت تعتقد ثمرة حياتك ونتيجة هذه طبعا الأسرة أنك تطلع جيل أفضل منك.